بتصور كل الكلام يلي يفترض أن يقال تقريبا حكيتوه، تقريبا قلتوه، تقريبا يعني كنا بتصور ب 22 شباط الماضي من شهر بالضبط كانت أعلنت حالة السيدة الراحلة ميادة بسيليس الصحية، وكنا متوقعين إنه فترة وبتمرق، وكنا كلنا عم نصلي لها، وكنا كلنا حاسين إنه في حدا بيخصنا يعني بحاجة للصلاة وبحاجة لأنه ندعمه بالمحبة الكبيرة يلي نحن كنا لألا، ولكن القدر بيقول كلمته في النهاية، والحياة هيك غادرتنا ميادة، رحلت ميادة، ومحزن كتير كان خبر رحيل ميادة، مو لأنها مغنية ولا لأنها مطربة ولا لأنها سورية ولا لأنها بنت حلب ولا لأنها غنت كتير أغاني وطنية ولا لأنها غنت شارات ولا لأنه بأرشيفها عدد هائل من الأعمال والحفلات والإنجازات والتكريمات والجوائز. الحزن كان أكبر بكتير يمكن لأسباب تانية إذا شوي فكرنا فيها. ميادة خلتنا نرجع نتذكر أنه نحن شعب وفي، وأنه نحن شعب بيحب، وأنه نحن شعب بيقدر، وأنه نحن شعب بيحترم، وأنه نحن شعب عنا أحساس كتير عالي. وإلا لما كنا سنتوحد هذا التوحد يلي توحدناه على الألم يلي جمعنا برحيل السيدة ميادة بسيليس. ميادة يلي كانت حياتها عموما هادية وخالية من الصراعات والمشاكل والمانشيتات والهتات وكل المقاييس الفنية اللي تبنى عليها النجومية بالمفهوم الدارج هاي الأيام، كانت حياتها خالية منها تماما، كانت حياتها مليئة بأشياء تانية. هاي الأشياء هي اللي خلتنا نزعل عليها. الإحساس بأنه نحن فقدنا حدا قليل كتير يتواجد مثله، الإحساس أنه قديش بدنا وقت لنرجع نحب حدا قد ما حبيناها. يعني طولنا كتير نحن وعينا عم نسمع بأغانية، كبرنا نحن وهي، حضرنا لحفلاتها، أثرت فينا بالدراما وأثرت فينا بالعاطفي وأثرت فينا بالشعبي وأثرت فينا بالطربي، وحسينا هيك أنه ميادة لقلنا. يعني هي كتير حلوة الفكرة انه لما بتقولوا ميادة من عنا، ميادة بسيليس هي المغنية يلي البعض بيصنفها انها بخانة معينة مع خانة جوليا ولا فيروز ولا ماجدة الرومي، بعض الناس بتحب انه تحط هي من عنا، هي لقلنا، هي بتخصنا، هي بتشبهنا، عنا مطربة بهي القيمة، عنا مطربة بتوقف على اي مسرح بتخلي كل الحضور يحترمها اولا وينطرب لها تانيا ويستمتع ثالثا. ما بتصور قرأت من كل التعليقات يلي قرأتها على كل الصفحات لدى كل الناس محليا وعربيا، لم أقرأ تعليق واحد إلا ما بيحمل كم هائل جدا 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 من المحبة. بفاجئك بتقول انه طب وين كانت هالمحبة؟ لا كانت موجودة، بس الحياة بتخليك ما كل الوقت قادر تعبر، ما كل الوقت قادر تذكر، ما كل الوقت قادر تقول، بس بلحظة تحس انه في شي بيخصك راح منك، في شي بيشبهك بطل موجود، في شي كنت تحبه غاب. وميادة لانه حسينا كلنا انه لازم نقلها نحن منحبك كتير، هي بتعرف، بس اشك انها كانت بتعرف انه الناس بتحبها هالقد، انه الناس كلها بكيت عليك يا ميادة، الناس كلها بتحبك، الناس كلها فخورة بانك اسم سوري، الناس كلها فخورة بانه سوريا قدمت للفن العربي هذا الاسم يلي كتير كنا منتمنى تكون رحلته أطول، يلي كنا كتير منتمنى نضل نسمع لأنه كان لسه عندك أحلام كبيرة وعطاء كبير
وإحساس عالي بالمسؤولية تجاه فنك وتجاه الناس اللي بتحبك. خسارة مؤلمة وصعبة كتير وبتغصص، ولليوم كل ما تسمعوا أو تشوفوا صورة رح تتذكروا بتعرفوا ليش، لأنه ميادة بتشبه كل بيوتنا. هي بتشبه الأخت الكبيرة وبتشبه الأم وبتشبه البنت، بتشبهنا، بتشبه السوريات، بتشبه السوريات. فبيكفي لتحس أنك فقدت شي بخصك، فقدت شي بخص عيلتك، فقدت حدا منو كتير موجود مثله. ما كانت عادية حتما، لم تكن ميادة بسيليس عادية، حتى برحيلة ما كانت عادية، حتى بحزن الناس عليها ما كانت عادية. أنا صدقا لغاية اليوم ما قدرت أعزي بشكل مباشر الأستاذ سمير كويفاتي وبناته أسرة الراحلة، لأنه كل الوقت عم أقول أنا نحن كلنا يعني كنا حاسين أنه نحن بدنا نوقف ناخد التعزية بميادة، نحن بدنا كلنا نتعزى فيها، نحن أهلها ونحن ناسها ونحن جمهورها ونحن أولاد بلدها. حزن سمير كبير كتير 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 كتير، أكبر من أنه نقدر نوصفه، بس حزننا كمان كبير. خسارتنا كبيرة أكيد، بس يمكن في حكمة أنه هذا النوع من الناس هيك بيجي مثل الحلم الحلو كتير منعيشه وبيروح كمان مثل الحلم بلحظة، على اسم غنيتها الحلوة كتير. بال 2016 بحزيران تحديدا كان في لقاء شرفتني فيه السيدة مايا دبسيليز، وبهذا اللقاء أخذت هيك جوانب مختلفة من شخصيتها، الهضامة والروح الحلوة والمشاكسة والظرافة والصوت العظيم. حبيتك اجمع لكم مقتطفات بسيطة من هذا اللقاء يلي جمعني فيها بال 2016. تحية لروح ميادة بسيليس، بتمنى يا ميادة تكوني شايفة قديش نحنا فاقدين لك، بس يعني شغلة واحدة بتخلينا نحس انه شكرا لانك قدمتي لنا كل هاي الاغاني، وشكرا لانك تركتي لنا هاي الزوادة من الأعمال يلي رح نضل كل ما طلعت وكل ما سمعناها نقول شكرا ميادة بسليس، لأنك كنتي سورية لهي الدرجة ولأنك كنتي بتشبهينا لهي الدرجة. باسل محرز. حضرتك شو اللي بلا وعيك مخزن وموجود هلأ أنا من موسيقى، من ألحان، من أغاني، شو اللي موجود عندك ويمكن بشكل مقصود أو غير مقصود أوقات تستخدميه كتقنية بالمغنى، كطريقة، كأسلوب؟ هلأ أنا المخزون اللي عندي كله باعتباري أنا من حلب، يعني أنا فتحت عيني على الدنيا بغني دور أصل الغرام نظرة، بغني الأغاني التراثية، ما بعرف، فتحت عيني على الدنيا بعرفك، بحب أغاني أم كلثوم، بحب أغاني زكية حمدان وماري جبران. ميادة هي ولدت مع طربوش، عرف شلون؟ إيه يعني إنه حتى وقت ما كنت صغيرة أنا رفقاتي بيسمعوا كانوا لمطربين مثل راغب علامة وربيع الخولي، كان بوقتها هيك صحيح. يعني إيه وليد توفيق، أنا بحب أسمع كنت أم كلثوم، بدرس على الأولى في الغرام، بحب يا مسهرني، بحب هيك يعني سبحان الله ما بعرف، مع أني ما حدا أنه وجهني وكر يعني فتحت عيني على الدنيا بحب. طيب من الموجود حاليا أو أنا قلت بالمقدمة أنه حضرتك خارج السائد، يعني أنت ما فينا نصنفك مع أسماء، ولكن أكيد في تجارب فنية بتلمسك بتخاطبك بتحبيها كموسيقى أو كمغنى، مثل مين؟ عن مين عم نحكي؟ هلأ في أنا من فترة سمعت لعبير نعمة، صوت حلو طبعاً. ما بتعرف إنه هي بتصلي ولا بتغني، أنا طبعاً. بحب كتير هالستايل هذا، وبتغني على مسرح طبعاً، ومعروفة هي المطربة اللبنانية، يعني من هالستايل بحب أنا هذا يعني الجو. إنه إيه هالجو هنا كانوا يصنفوني الناس إنه طبعاً غير الست العظيمة الست فيروز، إنه ماجدة الرومي، جوليا بطرس، يعني إنه أنت بهالخانة، إنه إيه مع هدول الفنانين الكبار. لما بيقولوا لك أوقات إنه أنت مع فيروز وماجدة وجوليا طبعاً
يعني بضايقك بحملك مسؤوليه زياده انه انا عم بنحط مع اسماء هي كتير صعب. ايه طبعا دائما يعني بصير عندي خوف انه وقت بيشبهوني بس بيقولوا لي انت فيروز الشام دائما بيكتبوا لي على الفيسبوك وهيك، هذا الشيء بخوفني كتير وبيحملني مسؤوليه، ودائما بيعرف سميرني انا بتلبى كتير وبخاف، يعني يمكن هلا اليوم اذا عندي مقابله بتحسني متوتره. طب هي بدي احكي عليها، اللي بيعرفك ست ميادة او من قريب بيعرف انه انت رغم انه صار لك 25 سنه بتغني اكثر خلصنا هلا بلا العمر، لازلتي بس تطلعي على المسرح بتكوني بقمة التوتر وكأنك أول مرة بحياتك. صح. معقول ما قدرتي تتجاوزي هاللحظة يلي هالرهبة؟ ما بعرف ليش بتم بخاف، ومثل ولد صغير بصير بقى بدي دور وفتش على الكلام وبحس الكلام راح مني وبخاف كتير يعني، وفي ناس بتلمس هالشي مني وقت بكون على المسرح أنه ميادة لهلا معقول أنت بتتمي بتطلعي بسمير وبتتمي كأنك بدك تسرقي هيك ليش من حرصي من حرصي على الشغل، لأنه سمير ما بيقبل لا إذا كان بالتسجيل أو بالحي يمرق غلط يعني أبدا. مرعب هو مرعب هو إيه وديكتاتور مرعب. يعني إيه لا مرعب. لا مرعب. هو شو دراكولا لا لا اللي بيشوفك على المسرح بحسك إنه إنه يعني وهي الصورة دليل ما أستاذ باسل عملنا سوربرايز تاخد العقل. أنا لازم أتشكرك لا لا هي الصورة كثير حلوة بس فعلا طلعتني دراكولا هي الحقيقة الصورة لا لا بس هو سمير بشغله ما بيجامل أبدا يعني، وإذا كان جامل بشغله بكون معناته ما بتهمه ما بتعني له إيه هو كنت بدي لحقك بشغله أنا بجامل كثير يعني بس بأمور يعني على الحقيقة بأمور مالك ما كثير بتهمها. وبحب أقول لك أنه بهالأغاني اللي عم تسمعون يعني أنا مو كلمة كلمة حرف حرف سمير ما بيقبل يمرق حرف، وبعدين هو ضد انه يحط هذا الاوتوتيون او هي ابدا ما بصلح. طب بصراحه ست ميادة ببعض الاحيان كمان انت مطربه صار لك هذا العمر بتغني ومثقفه فنيا بدايك اوقات انه بيعيدك بيعلمك اعمل هيك انه بتركني انا اعطي اللي انا حاسسته. ومين قال لك كل تسجيل اغنيه بتصير قتاله وكل اغنيه ببكي بخطر لك اني انا ببكي يعني قد ما بنفعل كثير بس هو بالاخير ايش بصير اللي بعجبني انا ما بيعجبه قد ما بعيد ما بعيد في طريق في طريقتين مختلفتين عم تكون بس هو اللي عم ينتصر بالاخير لانه هو شغله هو بده يعني هلا انا بعطي رايي بغني وقت ما بدي بس اللي مثل ما بدي انا بدها تصير الاغنيه وبدها تطلع. الله عليك الله عليك يا مالك روحي بيديك انت الاحلى وانت الاغلى عمري كله قلبي ليك انت الاحلى وانت الاغلى عمري كله قلبي